الرياء صفة تناولها القرآن الكريم في شخصية الأخنس بن شريق، وكان من أشراف القوم وممن يستمع منه، وقد كان أحد أصحاب النبي المؤلفة قلوبهم، وكان حلو المنطق منافقا شريرا خبيثا. ويرجع السبب في تسميته بالأخنس أنه يوم واقعة بدر أشار على حلفائه من بني زهرة بالرجوع إلى مكة وعدم الاشتراك في تلك المعركة، فرجعوا ولم يشهدوها فسلموا من القتال فخنس بهم، أي تأخر فاشتهر بالأخنس. ويوم فتح مكة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأعلن إسلامه، وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني لصادق. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لبعض المسلمين فأحرقه، فنزلت فيه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.